يطيب لي أن أرحب بكم في وزارة الصناعة بهذه المناسبة التي نتمنى أن تكون انطلاقة نوعية لصناعة السيارات ببلادنا بمساهمة الشريك الإيطالي فيات، الذي يصنف حاليا من بين أحسن الصناعيين في هذا المجال. ونظرا للأهمية الاستراتيجية لتفعيل مشروع صناعة السيارات في الجزائر خاصة بمجمع فيات، والذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أهمية خاصة بالنظر للإرادة المشتركة التي يتقاسمها مع نظيره وصديقه السيد سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، من خلال رفع وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين التي تم التعبير عنها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إلى إيطاليا مؤخرا. إن العلاقة الاقتصادية والصناعية بين البلدين تعود إلى عقود مضت وتتميز بالقوة والمتانة، وهي في تقدم مستمر لتوسيع مجالات التعاون إلى مختلف الشعب الصناعية. وعليه ونظرا للتاريخ العريق الذي تمتلكه شركة فيات، فإن الرؤية المستقبلية لتطوير هذه الشعبة في بلادنا ترى في إقامة مشروع صناعي مع هذه الشركة أهمية بالغة، وخاصة بالنظر إلى ما قدمه هذا المصنع من التزامات لتحقيق نسب الإدماج تستجيب لما نصب إليه في استراتيجية تطوير هذه الشعبة في بلادنا، وذلك على المدى القريب. إن وزارة الصناعة تسعى إلى وضع أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات بالشراكة مع الشركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال، والذين سيساهمون في الرفع من نسبة الصناعة في الدخل الوطني الخام في السنوات الخمسة المقبلة من خلال شركات وفق منطق رابح رابح. ومن أجل ذلك سيقوم قطاعنا بالسهر على التجسيد الفعلي لهذه المشاريع من خلال مرافقة حثيثة لها، وقد ارتأينا أن يكون أول تحدي لنا عن طريق هذا الاتفاق الذي قمنا من خلاله بوضع خارطة الطريق لتسريع من وتيرة إنجازه ودخول حيز الإنتاج في مدة قياسية، ما سيسمح للمواطن والمؤسسات الاقتصادية من اقتناء سيارات بمعايير عالمية من جهة، وخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.